أحد الشباب، حيث تلفظ معها بلفظ زواج المتعة: متعتك وأنكحتك نفسي على مهر وقدره. ويرد عليها الرجل: بقبلت الأمر، ومن ثم تحل له. ويواصل: وقد حملت منه، وبعد أن أخبرته تخلى عنها، مما جعلها تطرح جنينها في إحدى حمامات المدرسة بعد أن فضح أمرها أمام الجميع. ويسرد لنا قصة إحدى الفتيات القاصرات التي خدعن تحت مسمى زواج المتعة، فقد تمتع بها أحدهم، بل وجلب معه عددا من رفاقه للتمتع بها، مما جعلها في حالة هستيرية ونفسية جعلتها تحرق نفسها خشية الفضيحة، لكن سرعان ما انقذت. لكن بعد أن فقدت قواها العقلية ولا تزال ترقد في الطب النفسي إلى الآن تتعالج من آثار هذا الزواج. يعني أنا عندي قصاصة من الأهرام تقول إن أعلى نسبة من الانتحار بين النساء في الكرة الأرضية كلها في إيران، فدي يعني كوارث ببركة وبفضل نكاح المتعة، فهذه كوارث ومصائب. الولد النهاردة اتجوز بنت جواز متعة، قعدوا أسبوعين مع بعض، أسبوع، ساعة، ساعتين، 10 أيام، شهر، شهرين، طب وفي الآخر سابوا بعض. البنت طلعت مش بنت، طلعت مدام، والولد طلع بأزمة نفسية إن هو مش قادر يكمل في هذا الجواز. البنت هتلجأ لإيه؟ هتلجأ للانتحار، يا إما هتلجأ لأسلوب آخر بقى في جواز متعة مع طرف آخر، يبقى لها مسميات أخرى ما نقولش عليها جواز. يبقى إذن هي لها مسميات، بس أنا عشان يبقى علاقتي بربنا حاسس إن أنا ما أغضبتش ربنا بديها لفظ زواج المتعة. لكن النتائج بتاعتها نتائج نفسية زي ما قلنا، أمراض زي ما قلنا، مشاكل اجتماعية، انتحار زي ما قلنا، مشاكل المخدرات، هذه هي النتائج لزواج المتعة. إن هذه اللوحة المرسومة أمامنا رسمت بأنامل تريد من الناس السير على نهج يعاكس ويغاير نهج مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مدرسة الآل والأصحاب، مدرسة أبي بكر وعلي، عمر والحسين، وعثمان والحسن، وعائشة والزهراء. أخرجت هذه المدرسة للبشرية مناهج حضارية تصنع أجيالا جبارة وشعوبا ترتقي للمجد بجدارة. العالم السني منذ تاريخ الصحابة العظماء، الجيل الأول، جيل النصر، جيل الفوز، إلى هذه اللحظة إنما يعرف العالم بخلقه، وإنما يعرف العالم باستقامته، كما قال مولانا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخاف من الله حق الخوف، وقد رأينا هذا في علماء السنة منذ فجر التاريخ، كانوا أطيب هذه الأمة قلوبا، وكانوا أطهر هذه الأمة نفوسا، وكانوا أزكى هذه الأمة نفوسا، وكانوا أعظم هذه الأمة انشراحا. ولقد كانوا مع قيامهم الليل وصيامهم النهار ومواظبتهم على العبادة والطاعة كانوا يحضرون المعارك، فتاريخ العلماء حافل بفرسان المعارك من علماء السنة، دخلوا المعارك منذ غزوة بدر الكبرى وإلى هذه اللحظة حتى آخر حرب لنا مع اليهود. هؤلاء الأدعياء ممن يسمون أنفسهم علماء الشيعة لا يستحقون أن يوضعوا موضع مقارنة مع هؤلاء أهل الفضل علماء أهل السنة. فالناظر في واقع علماء أهل السنة واجتهاداتهم وجهدهم المبذول نحو أنفسهم بالتعبد لله سبحانه وتعالى، ونحو أمتهم بإرشاد الناس إلى الله، إرشادهم إلى الخير، إلى الحق، إلى الصواب، ونحو قضاياهم وقضايا الخلق. بعد الكشف المثير لفضائل وأجور المتعة عند رؤوس الفكر الدخيل، هل يقبل رجال الدين المعممون بالمتعة لبناتهم؟
هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول أنت هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها ترضى؟ فنفس الجواب يكون نفسي، واضح؟ واحد مسافر غريب اجي انت تنطي بنتك تتزوج ها ويطلقها بعد ساعة او ساعتين من بعد ما يزيل بكارتها ترضى؟ ويكون نفس الجواب. طبعا اكو مسألة، الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل. إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد صلى على محمد وآل محمد، إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مارس المتعة، أنت ليش تستنكرها يا أخي؟ إذا نفس علي عليه السلام كما ورد ابن بابور ينقل إن علي نكح امرأة متعة من بني نهشل، نفس الإمام علي تمتع، لماذا لا يقبل المتعة على بنته ويقبلها على بنات الناس؟ ألا يريد المغفرة والثواب العظيم لها؟ أم أن المتعة عار كما صرح علامة الشيعة الطوسي؟ إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها، لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل. يا المعتم سثارك مليان انتظارك، يا المعتم سثارك مليان انتظارك، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعة، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعة.